رايح ان شاء الله يمضي على العقد تاعه وراني نزيد نعاودها اني اتحمل كل المسؤوليه في هذا المدرب. انا نتحمل مسؤوليتي. نعم طيب ما ما ما, ما الذي شجعك على اختيار اذا نبيل الكوكي وتحمل المسؤوليه كامله كما تقول السيد حلفاية؟ شوف هذا المدرب درب انديه كبيره. درب انديه كبيره. اخر فريق له هو الفيصلي الاردني هكذا. الفيصلي الاردني، الفيصلي الاردني الكل يعلم بان الفيصلي الاردني لعبنا معاه احنا نهائي كاس العرب. كاس العرب وهو من احسن الفرق في الاردن وكان كل ما يعرف الخاص والعام انه كاين الفيصلي والوحده الاردني هذوما الفرقين اللي معروفين في الاردن. درب النادي الافريقي فهمت درب الملعب التونسي كذلك درب الملعب التونسي وما دربش النادي الافريقي مره واحده ثم ماشي مره واحده اللي درب النادي الافريقي وحنايا حنا بربي ان شاء الله رايحين نعملوا معاه ونخليه هذا المدرب يعمل لانه يحب الشبان كما نقولوا حنا ليجان وحنا عندنا ليجان اللي حابين نلونسيهم باش العام الجاي ان شاء الله يكونوا هذو ليجان واجدين باش يشرفوا الوان نادي وفاق سطيف. انا نطلب من الانصار، الانصار الحقيقيه راني نهضر كي نقول الانصار، الانصار اللي يحبوا وفاق سطيف ماشي اللي راهم يخلطوا. نهضر الانصار اللي يوقفوا مع وفاق سطيف في الوقت في الوقت هذا، ماشي الانصار اللي راهم يشوشوا اللي يكون تروح تجيب لهم غوارديولا راني نقولها ما يكونوش كونفينكي بغوارديولا مدرب النادي وفاق سطيف. يقول لك كنت جبت لنا مورينيو احسن منه. فهمت؟ انا راني نقول باللي المناصر الحقيقي يوقف مع وفاق سطيف. لانه راهو في ازمه. نعم طيب الخاص العام يعرف واش كاين اكيد واضح هذا فريق مع الاسف الشديد الفريق الوفاق في ازمه لكن السيد حلفاية اذا سمحت يعني المعروف على هذا المدرب الكوكي وانا ارسلته لذاتي انه يعني اينما ذهب لم يعمر طويلا بالنسبه للانديه لمده قصيره بما في ذلك فريق اهلي برج بوعراريج اللي صرف عليه لمده قصيره جدا موسم 2013 يا ودي انا شوف نقول لك حاجه انا عطيت لي مدرب اللي عمر بزاف في الانديه الجزائريه اعطيني مدرب عمر في الانديه الجزائريه الناس راهم ينتقدوا يقول لك ما عمرش لا حتى في الانديه الاخرى يعني معليش ما في الانديه روح احكم بكره نروح نحكموا احسن فريق بكره للترجي التونسي روح شوف شحال المدرب غير نحكموا الترجي التونسي اللي راهو بطل افريقيا مرتين متتاليتين روح نحكموا الرجاء البيضاوي شوف قداه المدرب اللي فات عليه روح نشوفوا الوداد البيضاوي العرب برام هذو هما احنا العرب كرة القدم تاعنا راهي هذه مدرب يدرب ست شهور مدرب يدرب خمس شهور حنا العام اللي فات فاتوا على وفاق سطيف ثلاث مدربين اللي دربوا وفاق سطيف بداوا بالطاوسي ومن بعد جابوا الزكري ومن بعد خلصوا مع نغيز فهمت وهذه معروفه في كل الفرق الجزائريه وراني على بالي راني نهضر كيما يقول لك نرفز وقيل راني حنقول كلمات اللي من بعد نقول علاش قلت الهضره هذه بصح راني نفهم في الناس كيفاش راهي تمشي كرة القدم هنا مع العرب. نعت لي مدرب احنا دوك تروح تحكم اكزومبل اي فريق تلقى مدرب درب ست شهور سبع شهور ويروح يخطي الفريق ويغادر، احنا هذا المدرب رايحين نديروا معاه عقد حتى نهاية الموسم. أيوة. وان شاء الله احنا نتمناو يكونوا معاه النتائج الايجابية وبعدين ان شاء الله في نهاية الموسم راح يجي رئيس جديد ان شاء الله ويكون العقد تاع المدرب هذا. نعم. الرئيس اللي راح يجي عنده كما يقول لك الصلاحيات باش يروح يجيب مدرب ويبني فريق عنده كما نقول لك في شهر جوان يقدر ينتدب بلاعبين كما يحب ويقدر يفسخ عقود لمن يحب خاصه احنا راح نسير المرحله الانتقاليه ان شاء الله وان شاء الله كما يقول لك نكون عند حسن الظن المناصر الوفي تاع وفاق سطيف وان شاء الله ربي كما يقول لك يعاوننا ونخرجوا الفريق من الازمه هذه اللي راهو فيها. نعم طيب. وان شاء الله نتمنى المدرب هذا باش يكون معاه الحظ ان شاء الله وين نعم. رايح بس يعني باش نكونوا واضحين ماذا تقصد اذا حتى يجي الرئيس الجديد ويغير واش يحب يغير؟ لا انا العهده تاعي تخلص في انا راهي عندي التكمله تاع العهده تاع حسن حماد نكمل العهده تاعي والناس هذه اللي راهي تخلط تجي من بعد تشد هي الفريق ان شاء الله وانا ماذا بيا فريق وفاق سطيف انا نعشق فريق وفاق سطيف ونحب فريق وفاق سطيف وكما يقول لك انا راني نخدم قلب ورب وربي راه شاهد عليا الى عندي نيه خبز في الفريق هذا والله عندي غرض ولا عندي انتيري في الفريق هذا انا راني نخدم قلب ورب وان شاء الله كما يقول لك ربي ينصرني وفي نهايه السنه ان شاء الله في نهايه الموسم هذا الرياضي ان شاء الله هذه الناس اللي راهي تخلط تجي هي تشد الفريق ان شاء الله وانا راح نعاونهم انني من المنبر هذا نقولها راح نعاونهم ما نخلط لهمش انا من بكري نعاون الفريق وراح نقعد نعاون الفريق نعم باختصار فقط الان بالنسبه للطاقم هو راح يختار الطاقم الفني تاعو المساعدين هو على هذا وش هدرت انا وياه حب يجيب الطاقم تاعو كامل
وانا اشترط انه يخلي واحد من الطاقم هذا اللي راه عندنا باش اوموا يكون عنده معلومه على اللاعبين، شكون اللاعبين اللي راهم اساسيين، شكون اللاعبين اللي مش اساسيين، شكون اللي لعبوا المباراه، شكون اللي ما لعبوش المباراه. وهو اقترح باش يحكم باش نقولها البريباراتور فيزيك، فهمت؟ ودوك يجي ان شاء الله حنا رايحين نقنعوه باش يكون يقعد هذا البريباراتور فيزيك يخدم معاه فارس بالخير المحضر البدني. وقال لك لازم نجيب معايا لاجما تاعي ونجيب مدرب الحراس. حنا ان شاء الله رايحين نتواصلوا كما بان نتفقوا مع المدرب اللي راه عندنا حنايا فلاحي ومع عباس ان شاء الله باش يتفاهموا الوضعيه ان شاء الله، وراح تكون الامور ان شاء الله على ما يرام. نعم طبعا كل الكل يتمنى ان يعود الوفاق للسكه، وكل من يستمع الينا من انصار الوفاق الان وانا اتلقى رسائل السيد حلفايا وانتم منرفز بسبب هذا الامور التي تحدث، وتحيه للاخ حليم اللي يقول فيه المشكل المالي مطروح بقوه، ويقول لك ايضا مواجهه الانصار ليس في صالحك السيد حلفايا. شوف شوف يا اخي، انا هذو الانصار، هذو الانصار كون يكونوا هما هذو الانصار راهم يقولوا احنا ما عرفوا كرة القدم. الا يعرفوا كرة القدم انا ما نتحمل حتى مسؤولية في الوضعية تاع الوفاق. الا راهم لا يعرفوا كرة القدم، الخاص والعام يعرفوا اش صرا في بيت الوفاق. انا هذو الانصار كيعودوا صح يحبوا الفريق رايحين يوقفوا معاه في السراء وفي الضراء، فهمت؟ وانا مديتش انا نادي وفاق سيف، انا مديتوش للهاويه، انا ما خليتش هذو الديون، انا اللي جيت درت هذو الديون، وانا اللي جيت انتدبت اللاعبين، وانا اللي جيت درت، انا ما درت حتى حاجه، انا جيت نعاون الفريق هذا باش نخرجوا من الوضعيه اللي راهي فيها، والناس راهي محرضه راني نقولها باش تجي ضد الاداره ويجيوا للملعب ويسبوا الاداره، الاداره مازال ما بداتش تعمل وهما يسبوا في الاداره. انا اللي قلت لك حسبي الله ونعم الوكيل، انا نوكل عليهم ربي هذو الناس، هذا ما كان. انا مانيش ضد المناصر، انا راني كنت مناصر تاع الفريق، بصح انا راني نقولها من المنبر هذا، انا جامي رحت تدخلت للرئيس القديم اللي كان، ولا رحت للاعبين القدم ورحت للملعب، انا كنت نروح ناصر الفريق لما يخسر الفريق، نشد هذيك الخساره نشدها في قلبي، ولا نتلاقاو في القهوه ونهضروا، ما نروحش ندير الضجيج على الاداره، ولا نروح ندير الضجيج على اللاعبين. فوق الناس يجيو للمدرجات في وقت التدريب، وين اللاعب هو يركز باش يقدم مباراه، ولا الانصار يجيو يسبوا هذا المدرب، يسبوا هذا اللاعبين، اسكن اللاعب راح يركز المباراه. طيب واضح، الفريق ما يجيش يدير حاجه كيما هذه. نعم واضح. في الاخير اذا تم الاتفاق نهائيا مع نبيل الكوكي راح يباشر مهامه مباشره غدا ان شاء الله، راح يكون هو على العارضة الفنية، وغدوه راح يباشر معاه ان شاء الله التدريبات. نعم مشكل المالي ومستحقات اللاعبين السيد فهد حلفاي. قلت لك كاين ست لاعبين اللي مازال ما خذوش المستحقات تاعهم، ست لاعبين. أيوة. من اصل 27 لاعب كاين ست لاعبين ورايحين يتقاضوا المستحقات تاعهم في اقرب الاجل، وتكلمت معاهم وفي اقرب الاجل راح ياخذوا الاموال تاعهم ان شاء الله. نعم ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق السيد فهد حلفايا، وان شاء الله يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. من المنبر هذا انا راني نقولها من المنبر هذا للانصار تاع وفاق سطيف وكل الناس اللي تحب نادي وفاق سطيف، الى راهم كما يقول لك حابين الفريق هذا يخرج من الازمه هذه، لازم نديروا اليد في اليد، وانا راني قلتها وصرحت الباب راهو مفتوح لكل واحد. نعم. اللي قادر يقدم الاضافه يجي يقدم الاضافه. مرحبا به. نعم. نعم. وشكرا جزيلا، وسامحني راني منرفز شويه، راني نهضر وانا منرفز. نعم شكرا لك السيد فهد حلفايا، والنداء ان شاء الله يوصل لكل اللي يساهم من اجل مصلحه فريق وفاق سطيف.